نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، أهلا بكم. البداية الجزائرية، إذ أكد تلفزيون النهار الجزائري أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة الثانية بعد المئة من الدستور، بينما خرجت مظاهرات احتجاج في العاصمة الجزائرية ترفض حكومة تصريف الأعمال التي شكلها نور الدين بدوي. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس بوتفليقة سيستقيل خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وأن أخاه سعيد بوتفليقة سيغادر منصبه بصفته مستشارا بالرئاسة، وذلك ضمن تفاهم بين الجيش والرئيس ينتهي بإعلان شهور منصب الرئاسة ومنح الحكومة المشكلة حديثا مساحة لتنظيم انتخابات عامة في غضون 90 يوما. نبقى في الجزائر، فقد أعلنت الرئاسة الجزائرية التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة نور الدين بدوي وعضوية 27 وزيرا بينهم 6 من الحكومة السابقة، واحتفظ رئيس الأركان أحمد قايد صالح بمنصب وزير الدفاع على الرغم من دعوته إلى عزل بوتفليقة بإعلان عجزه عن ممارسة مهامه، بينما احتفظ الرئيس بوتفليقة بنفسه بوزارة الدفاع. حراك في الجزائر، وقائد الجيش يحذر ويتوعد، يحرك المشهد وينقله نحو مستويات أخرى فيها صرامة العسكر. دعوته للمرة الثانية إلى عزل الرئيس أثارت ردود فعل وجدل غير محسوم. أحزاب وشخصيات معارضة قسمها بيان قائد الجيش بعدما وحد حراك الشارع على مدى الأسابيع الماضية. أما أحزاب السلطة فباتت مع الجيش، ضحت بالرئيس بوتفليقة الذي ظلت تدعمه لولاية رئاسية خامسة. هنالك ارتباك من قبل يعني قيادة الأركان، لأن هنالك نوع من تخبط وهذا مش مليح، هذا يخلط الأوراق. كان من المفروض المؤسسة تظهر على وجه يعني مؤسسة متيقنة بما تفعله، لها ثقة في نفسها ويعني تطمئن المواطنين. نادي القضاة ما زال مصرا على تنحي بوتفليقة، لكنه ليس مع العسكر. القضاة يريدون جمهورية ثانية يرحل فيها الجميع، الشعب هو من يقرر من يحكمه في المستقبل. بحسب ما جاء في بيان لهم وفي ساحة البريد المركزي كما في بعض المدن الأخرى، خرجت مظاهرات تؤيد دعوة قائد الجيش للتخلص دستوريا من الرئيس. موقف الشارع الأبرز من التطورات الأخيرة قد يظهر أكثر خلال مسيرة متوقعة الجمعة. وهذه حكاية المؤسسة العسكرية، السؤال هذا لا محل له في الإعراب. ما يخوفوناش. أنا خرج مدرسة العسكرية وهذه الأغلبية كم فتوا العسكر، علاش خوفوا بينا بتاع العسكر وإذا ما فيما يخص الدستور؟ أول اللي خلق الدستور هو الرئيس، هو يعني الدستور لا محل له في الإعراب. هي إذن إرهاصات أزمة مستمرة تتجاذبها حسابات في هرم السلطة، أما الشارع فله حسابات أخرى يريد رحيلا جماعيا قبل طي مرحلة ما بعد بوتفليقة. تتواصل ردود الأفعال حول بيان المؤسسة العسكرية الأخير وأيضا تصريحات قائد الأركان القايد صالح والذي يقترح تفعيل مواد الدستور، فيما أن المعارضة ترى أن مواد الدستور قد عفى عنها الزمن وضرورة وضع خارطة الطريق لمرحلة تشاورية بين جميع أطياف الساحة السياسية هنا. صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر.